منو بينا ما يقعد الصبح يقول اني حلمت لي حلم ناس تتذكره وناس تقول لا والله ما دا اتذكره ويا ريت اتذكره وراح من بالي، ويريد قدر الامكان يتذكره حتى يفسره او حتى يسولفه او حتى قد تكون للمسحه او ما شابه. اذا ردنا نفسر ونعطي تعريف خاص للحلم فنقول انه هو الحلم سلسله من التخيلات اللي تحدث اثناء النوم، لكن كثير من الخبراء قالوا انه الاحلام هي وسيله تلجا الها النفس لاشباع رغباتها ودوافعها، وخصوصا اذا كانت صعب تحقيقها على ارض الواقع. لكن احنا كل هذا الكلام سامعين وكل هذا الكلام نعرفه، لكن عمرنا ما سمعنا اكو فد جهاز مثلا او اداه يستخدمها العلماء ممكن بالسنوات المقبله او جزء بالايام المقبله اذا كانوا شاطرين لهي الدرجه حتى يسجلون الاحلام ونقوم بعد ما ننسى ونتذكر حلمنا، رغم انه غالبيه الاشخاص تراودهم الاحلام بين 4 إلى 6 مرات بالليله الواحده، الا اننا ننسى 90% من هذه الاحلام في غضون 10 دقائق من انتهائها. لكن السؤال اللي يطرح نفسه يقول من الممكن قريبا انه نسجل احلامنا؟ الجواب مشاهدي الكرام قد يكون ممكن في المستقبل القريب، حيث يعمل الباحثين باحثين الاحلام ومؤلفين الكتب حول هذا الموضوع، مثلا كتاب بيان الحلم الواعي لدانيال أولديس في جامعة تكساس، كذلك عالم آخر اللي هو ديفيد شاينر لتسجيل الحركة والكلام في داخل هذه الأحلام. ويدير شاينر مختبر علم الأعصاب الإدراكي التابع للجامعة اللي يستخدم تخطيط العضل الكهربائي لقياس نبضات الأعصاب والعضلات أثناء النوم. وبالتأكيد مشاهدين إلى خبر آخر من ضمن فقرة 7 فوائد صحية، هل تحب تناول العشاء خارج المنزل؟ فكر مرة أخرى. دراسة جديدة تشير إلى وجود سبب آخر غير الدهون والسكريات لعدم تناول الطعام خارج المنزل، وهو الفاثلات التي هي عبارة عن مواد كيميائية ضارة موجودة في مئات المنتجات الاستهلاكية بما في ذلك العطور وبخاخات الشعر والشامبو والمواد البلاستيكية المستخدمة في تجهيز الأطعمة وتعبئتها. وارتبط استهلاك هذه المواد الكيميائية بالعيوب الخلقية لدى الأولاد الصغار، بالإضافة إلى المشكلات السلوكية والسمنة لدى الأطفال الأكبر سناً والبالغين، ويمكن أن يؤدي التعرض لهذه المادة في الرحم إلى تغيير تطور الجهاز التناسلي الذكري لدى الجنين أيضاً. مشاهدينا الكرام، بالكلام حول الفثالات اللي ذكرتها نورهان، طبعا هذه للأسف موجودة داخل علب حفظ الطعام اللي موجودة بالأسواق، واللي ناخذها قدر الإمكان حتى تكون سهلة التحضير مثلا، يعني للسهولة، خاصة انه احنا مقبلين على رمضان. مشاهدينا الكرام، ربي خير وبركة ان شاء الله هذا الشهر يمر على العراقيين وعلى العالم بأجمع. نروح للسوبر ماركت نشوف علب مثلا البازاليا أو ما شابه وناخذها اللي هي سهلة التحضير، علب المعكرونة وغيرها من الأمور. زين، احنا ما نعرف انه اكو مواد من الممكن انه تتفاعل مع المواد الغذائية، وتعتبر هذه المواد بعد تفاعلها هي مواد مسرطنة تأثر علينا وعلى أبنائنا المستقبليين، وتأثر كذلك على الإنجاب لدى المرأة والرجل. خلينا نقلب هذه الصفحة مشاهدينا الكرام وندخل في موضوع آخر شبه طبي نقدر نقول عليه، ولا حياء في الحلم، حبوب منع الحمل لكن للرجال قريبا. لعقود طويلة مشاهدي الكرام اقتصر استخدام حبوب منع الحمل على النساء فقط، على النساء فقط، ولكن كشفت دراسات جديدة انه الحبوب قد تكون آمنة وفعالة للذكور ايضا. عرضت نتائج الدراسة خلال الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء في مدينة شيكاغو الأمريكية، ووجد الباحثون خلال هذه البحوث انه حبوب الهرمون المقترحه او المقترحه ديميثاندرولون نجحت في خفض مستوى التستوستيرون وهرمونات اخرى مسؤوله عن انتاج الحيوانات المنويه بدون ظهور اي اعراض جانبيه خطيره. وفقا لما ذكرته
خبيرة الغدد الصماء في كلية الطب في جامعة واشنطن والمؤلفة الرئيسية للبحوث الطبية الطبيبة ستيفان بايدك، أنه هذه الهرمونات قد من الممكن أنه تسبب كثير من الأمور السلبية وتأثر كذلك على هرمون التستوستيرون المسؤول عند الرجال للخصوبة والإنجاب في فترات بعيدة أخرى.